السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا وياكم بشرح جديد حول برنامج كيوبيز 12. نتمنى من عندكم اخوان اشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. طبعا هواي الاخوة الشباب جاي يطلبون من عندنا شروحات حول الكيوبيز او الاساسيات بالنسبة للمبتدئين. ان شاء الله راح اليوم باللي نقدر عليه راح نشرح لكم بالطريقة إن شاء الله تكون سهلة وبعيدة عن الصعوبات إن شاء الله. طبعا إخوان بالنسبة هذه الواجهة الكيوبيس، وهذه أنا مدخلهم دني يعني الأصوات مالات على مود أشرح لكم عليهن. طبعا هي هواية بالنسبة للمكاتب الصوت كلش كثيرة، فأنا هسه حبيت لكم يعني حبيت أشرح لكم إخوان بالنسبة انا شرحت ذاك اليوم حول الاساسيات شلون تضيف تراكات او شلون تضيف يعني هواي الفلاتر والبلكنزات. فهسه اليوم راح اشرح لكم عفوا طريقه تكون بيها شلون انت مثلا تسوي الايقاع. الايقاع جدا ضروري لك انت كمبتدئ، شلون تقسمه وشلون تضيفه. اخوان الطريقه كالاتي، هسه احنا نعيد من البداية على مود الصورة تكون عندكم واضحة. هسه انت عندك هذا، تكبر الشاشة بهالشكل، عندك السرعة مال الايقاع، انت تشوف السرعة مالتك تخدمك شقد وتحددها منها. هسه انا هنا مخليها مثلا 67. طبعا 67 يكون الايقاع ثقيل. 67 على شنو؟ 4 على 4. هنا تقدر انت تغير مثلا 4، هاي تمسح الاربعة وتخليها 3، او تخليها 2 على 2 و1 على 1، انت شقد، او 8 على 4، انت تحب شنو تخلي. بس هي ماشية عالميا، ويعني بكل الاعمال هي تكون 4 على 4، يعني هي مثل ما يقول هذا افضل ايقاع. هنا عندك الايقاع تقدر تزيده. هسه مثلا احنا 68 راح ازيده على 100، لان هو اكثر شيء 130 ولا جوال، لان اذا صار فوق ال 130 راح يصير سريع كلش وما راح تفهم من عنده شيء. اما تلقائيا مال البرنامج هو الكيوبيز 120، يعني التيمبو مالته 120. هسه احنا مو هذا موضوعنا، موضوعنا شباب شلون احنا نقسم الايقاع. اول ما تختار المكتبه، هسه احنا عندنا هذه مكتبه الترايتون الكورج، عندنا هذا خلنا نفتح لكم مكتبة جميلة جدا وبنفس الوقت سريعة او سهلة، ما بها ذاك الصعوبة، وهي افتراضيا انت من تنصبها راح تدخل عندك بالبرنامج، يعني ما بها صعوبات. وهي بالاحرى خارجة، يعني مو من ضمن الكونتاكت، جاي تفهمني، يعني مكتبة مستقلة بحتها، يعني بدون برامج تشغيل، يعني تنصبها هي تشتغل عندك ترايتون كورج. هسه كالاتي، احنا اختاريناها، نختار الصوت، نشوف الصوت مالتها شنو راح نختاره. نروح على قائمة الدرامز. طبعا كثير هي من المكاتب، اكو مكاتب اخوان طبعا جدا ما تتعب. شنو عندك تختار ال يعني تحدد انت المكان اللي تريده، وهي افضل مستمرة. يعني اخوان هسه احنا عندنا هذا الشاشة، نروح على درامز هذا قدامكم بالماوس، فمن تخليها على درامز. بعد ما حددنا الدرامز اللي اختارينا، هذا الدرامز، هذه حقول الدرامز كلها ايقاعات، هذه كلها ايقاعات، انت تختار اي صنف تريد الايقاع، وبعدين من تختاره تروح على اسم المكتبة اللي هي هاي ترايتون قدامك. هنغير الشكل الصورة، هذا هنغير لكم اللون على مود الصورة تكون واضحة يا اخوان. هذا المسحة ما يفيدنا اخوان. كالاتي شو تسوي؟ تجي تحدد بهالشكل، هذا القلم تاخذه اللي هو هذا القلم، تاخذه تخليه هذا، يقول لك من الواحد للثنين، تحدده من الواحد للثنين، حددته من الواحد للثنين. بعدين شو تسوي؟ تروح تنقر انت من عندك، ما راح تطلع عندك هاي لان انا ضايفها، تطلع عندك بهالشكل، تصير يعني عندك ماكو بها شيء فارق. فتنقر عليها كليك يسار ضربتين، راح تحولك على البيانو، بيانو رو.
راح تطلع عندك بهالشكل هذا. شو تسوي انت مثلا ايقاعك شنو هو هسه؟ لان احنا نمسحن، انت اول ما تدخل ما راح يطلعن عندك ذني، خلنا حدتن وامسحن على مود الصورة تكون عندكم واضحة. بتكبر الشاشة بهالشكل هذا، ايقاعك شلون راح يصير؟ اما انت تريد على الضروبات هسه هنا عندك هذا الكيك وذني السنير، الكيك الواحد الاول اللي هذا هو رقم واحد، او عندك ذني الضروبات اللي هن يعني شلون مو الاساسيات، الاساسيات هذه الاولى وذني السنير. انت هسه على سبيل المثال نروح احنا نخلي الكيك مثل هسه هذا الكيك ونحط لنا هنا بعد وحدة على مود يصير شلون ضخيم، نخليه هنا النوب نصعد وين نخلي السنير هنا مثل هيك وحدة تريدها بنفس التونة يعني نفس الضربة، او تريد انت تنوع يعني انت عندك كل نغمة تختلف. هسه ذن النغمات مال البيانو كلهن تختلف، مثل على سبيل المثال هذه وحدة وهاي الثانية وهنا الثالثة، ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا الكيك اعلى اللي هو هذا الثنين ذن حددناها، راح شنو راح تطلع عندنا بهالشكل، يصير ذني بداية يعني بداية الايقاع، وذن الضروبات الثلاثية اللي بعد الكيك، وبعدين راح يعيد الايقاع من الواحد للثاني وكالاتي. هسه مثلا راح اشغل لكم بس ما اعرف يطلع الصوت عندكم او لا، اذا جاي يسمعون هالشكل هذا يكون ثلاث ضربات وهذا الرابع، ثلاثة على اربعة، ثلاث ضربات واربعة يعني يقول لك اربعة على اربعة. فاخوان هذه كالاتي، اما انت تريد تنوع التنويع لا بأس به، يعني مثلا انت هنا تريد تخلي هنا ضربة، تريد تخلي هنا ضربة، تريد تخلي هنا ضربة، تريد تنوع، بس انت لازم شنو خلي ببالك يكون تناسق بين الايقاعات، وما تخليها تسويها بشكل عشوائي. انا جاي اشرح لك الحالة وانت تطبقها حسب اذنك الموسيقية واللي انت فاهمه، يعني انا مجرد هسه راح اعطيك الطريقة وانت تتعلمها. فهنا مثل عندنا شوف هذا السهم الناعم اللي هو تقدر تخلي هنا ضربة، تقدر تخلي هنا ضربة مثلا، يعني تقدر تنوع يعني شلون الايقاع البندري مثلا هنا هيك تقدر تنوع بيه. فانت تكون يعني حذر. هسه انت مثلا رسمت الايقاع وتناغم بصوره صحيحه وكان جميل ويكون متناسب ومتلاصق بصوره صحيحه، شو تسوي بهيش طريقه؟ هسه انت رسمت الايقاع، اعتقد كلامنا واضح اخوان. الايقاع انت هسه لحد الان رسمته عندك بهذا الخانه مال ترايتون الكورج. هسه تقول لي شلون انا راح اسوي استنسخه؟ جدا طبيعي، نمسح ذن القديمات حتى ما تشبك عليكم، جدا طبيعي. احنا علينا بهاي الحمراء عوفوا هذا النكلهن، احنا نشرع على هذا اللون الاحمر. فشو تسوي انت تريد تمدده؟ تشتطي كنترول ودي من الكيبورد بهالشكل هذا بهالشكل هذا بهالشكل هذا. اما تريد انت هذن كلهن تسويهن تراك واحد، ليش انت كل ساعة مثلا تهم تروح على هذا اي تحدثني بهالشكل وتنقر كليك يمين وتروح على هذا وتنقر كليك يسار، هسه صار كلية قطعة واحدة. اعتقد الكلام واضح اخوان، فصارت عندنا قطعة واحدة. بعدين تقدر يعني انت تريد تنوع بالايقاع، مثل هذا ما عجبتك هذا الضربة مال السنير تخليها هنا، بس لازم ما تطلع من هذا عندك الرقم حتى ما تختل. انت خلي الضروبات الرئيسية تعوفن يعني ترسمهن شلون هذه وشلون هذه وشلون هذا، وبعدين تنوع هنا بذني تخليها هنا تشوفها بالنص وتاخذ يمين يسار، يعني انت حسب ما تشوفها ضبطت عندك وتمشي الامور عليها. تبقى عندك كمليتها تريد تسوي لها رندر، انت ما تخليها بهذه الصورة على مود بعد انت من كملت الايقاع تسوي ويف، تحوله الى ويف يعني يصير صوت مو ميدي،
هسه احنا هذا شلون هنا ميدي تروح تحوله الى اوديو، يعني تروح على الاوديو، العفو على الايديت، تروح الايديت رندر ان رندر ستيكنز اللي هي هاي الثانيه، تنقر عليها على الثالثه هذه تعطيها رندر. هسه راح يصير صوت ويفه يعني اوديو بهالشكل هذا. بعد احنا هذا نحذفه وصار عندنا الايقاع ويف، ايقاع مباشر يعني. بعد ما تحول كل التراكات شكو تراك ميدي حوله الى ويف على مود، شنو ما يصير عندك ضغط على الحاسبة وظل تعلقه وكذا. هسه طبعا انا الحاسبة عندي شبه علقت، اذا جاي يشوفون ليش، لان عندي تراكات ميدي ومكاتب كلش هواي ضايف، وجاي اسجل بالبرنامج هذا مال الشرح، فيصير ضغط على المعالج المعالج فما راح تعطيك قوة وكفاءة. المهم انا حبيت اوصل لكم هذه الفكرة اخواني الاعزاء، واذا استفاديتوا لا تنسونا بالدعم والاشتراك بالقناة حتى ننزل لكم بحلقات، وان شاء الله نكون بخدمتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.